بالرأس، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا خاص في من يكون في شمال مكة مثل أهل المدينة وأهل الشام، وكذلك في جنوب مكة مثل أهل اليمن. وأما من كان في الشرق فقبلته الغرب، فما بين الشمال والجنوب قبلته، ومن كان في الغرب فقبلته الشرق، ما بين الشمال والجنوب. ولا يكون ظاهريا، ها، واحد من مشايخ أهل الحديث، وأنا يعني ما درست عليه لكني رأيته، يقولون أنه كان يصلي يتوجه إلى الشمال والجنوب وهو في أقاصي بلاد باكستان، فقيل له يا شيخ كيف تتجه إلى الشمال والجنوب؟ إذا توجهت إلى الشمال يكون قبلتك إلى الصين، وإذا توجهت إلى الجنوب يكون قبلتك إلى البحر. فقال الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لابد من التنبه لأسباب الورود، الخطاب لأهل المدينة ومن في حكمهم، ما يجوز أن نأخذ بالظاهرية هذه.